طبعا يجيت كان خايف كتير، بس حاول ما يبين هالشي. تعرف انه لازم يدعي لك كل عمره هذا النائب؟ مين كان بيعرف شو ممكن يصير له لهالولد لو ما تدخلت بالقصة؟ وبعدين انت تصرفت وساويت كل شيء وعطيت المصاري وطلعت الولد، حتى انه ما تشكرك هداك النائب، ما هيك؟ يمكن لانه كان زعلان. مو مهم، المهم طلع الولد. هدول ناس ناكرين معروف، ما فيهم خير، مريضين ومعقدين. هيك لازم تكون العيلة دائما، واذا رجعت صارت انا بنقذ وما بستنى شكر من حدا. هنن اثنين اغبياء محسمين راح يعملوا شيء بس ما وصلوا لهدفهم. المهم انقذنا الولد وسكرنا القصه. ايه صح. على فكره قرار نهائي ديل، راح ترجع يا تارا على البيت. شو عم تقول انت؟ جنيت يا نامق، كيف يعني بدها ترجع على البيت؟ هذا اللي لازم يصير، مليت من الخلافات هاي. ليش نحن اللي عم نعمل مشاكل بالبيت نامق؟ يعني ما بقى شي وما عملته يتار بهالبيت بالسر عنا كلنا، ما مليت؟ خليها بعيدة مشان الله بترجاك. لسه صارت مثل اللعبة، مرة بتروح ومرة بترجع ومرة ما بعرف شو. ما بدي حدا يتدخل بهذا الموضوع. بترجاك انت، صار شي لعقلك نامق؟ عن اذنكم يلا. نامق لحظة، خلينا نوضح هذا الموضوع. نحنا كمان ملينا منها، ما بقى نطمن لوجودها بيننا. أختي عندي شغل كتير وتأخرت، وبفضل ما تشغلوا بالكم كتير بالقصة. عن جد شي غريب، مو معقول هذا الشي. إمتى بدنا نخلص من يتار هي؟ عم فكر، تعرفي شغلة؟ يمكن رجعتها على البيت تكون منيحة. عفواً، وكيف بده يكون هالشي منيح؟ مو أنت بتقولي دائماً عدوك لما بيكون قريب منك أحسن لك، مشان تشوف كل حركاته. الشي اللي عملتوه أنتو أنا كتير صعب سامحكن عليه. ما طلبنا أنك تسامحنا. شايفكن رغم الذنب صوتكن طالع. أنا عندي ذنب واحد بهالدنيا، واحد، وأنت بتعرفه منيح. ما بدي خناق أبداً، أنتو الاثنين وطوا راسكن قدامهم جوا. جرب خلينا نوطي راسنا يا تار. شوفي جلسوم، طلعي على البيت. تعرف مين هاي قدامك؟ جلسوم؟ لا، هي تار من 30 سنة. حملت مثل أمها من واحد كلب، ولقيت الحلاق نجدت ليحميها. أو لقاها، قال نصيب البنات مثل نصيب أمهاتهم دائما. طلع منيح، طلع مثل لما طلعت وراك لما تركتني لنجدة وقتها. بس الحمد لله، لأنه عابدين طلع شهم مثل نجدة. بقى قلي هلأ مشان أي ذنب رح نوطي راسنا. برافو يا تار، عن جد برافو عليك يا تار. إيديل. نعم. سكري على الموضوع. ليكي، أنا ما رح أقول لك أهلي،
لأنه ما رح خليكي تتهني أو ترتاحي بعد هذا اليوم يا يتار. صدقين عملي اللي بدك إياه ولا تقصري. ما رح أقصر ولا تخلي عندك شك. أنت منيحة ماما؟ منيحة جلسوم، روحي وانتبهي على ابنك. يلا هي أكتر مرة بكون فيها منيحة بحياتي. ما توقعتك تكون جدي وتعمل هيك يا نامك. انت كيف بتجيب هاي المرة على بيتنا؟ يعني شو نسيت قديش أذيتك؟ وأذت ابننا؟ وأذتني؟ معقول نسيت؟ إيديل بكفي بكفي، سكرنا على الموضوع إيديل. هي قوست عليك وانت ما حكيت شي وتسببت بقتله لابننا، تجي بترجعها على البيت بعد يومين؟ انت شو عم تساوي يا نامك؟ احكي لي شو عم تعمل؟ نحن مضطرين نتحمل شوي. اللي مشان شو؟ لازم خلي هاي العيلة مع بعضها بأي طريقة إيديل. أنا صاحب هذا البيت، كيف بدي ديره لهذا البيت لكان؟ إذا ضاعوا كيف أنا بدي أضبطهم؟ أنا مو حاببة ليتار. أكيد متوقع منك هذا الشي ما؟ صرت مفهمك هذا الشي ألف مرة. أنا ما بيهمني هذا الموضوع، فهميني إيديل. تفضل. تسمح لي خالي؟ إيديل كانت رايحة. آخ خدوه لفوق لحتى يسكت. يا سكتي لكان بأي طريقة، راسي صار يوجعني. يا الله دخيلك. أعطيته الحليب بس ما سكت ولا حتى بتخته. ماشي زينب، أعطيني إياه لشوف. روحوا اتصلوا بأمه خليها تجي تشوفه. يعني في جنازة بتطول كل هالقد وجعنا راسنا منه. خير شو إيديل؟ ليش راسك عم يوجعي؟ حدا زعجي؟ أعطيني ابني. أنا ضايق نفسي وحاسة حالي رح أتنق، لهيك راسنا عم يوجعنا. في زحمة مالها داعي لأنه راسكن؟ ايه طبعا. ايه منيح، خدي دوا لكان لأنه لسه رح يوجعكن كتير. في شي شاغل لي بالي كتير إيديل، لأنه خسارة ابنك فرصة لأنطرد فورا من هذا البيت. غريب هالشي ما هيك؟ طبعا هاي صارت صدفة وانتي كسبتي الفرصة فورا. بس بس شو؟ شو صار لك تغير لونك؟ في شي زعج لي معتي هالفترة؟ شكلها معدتك مكركبة من شوفة وجهك على المراية. إيه معك حق بهالشغلة، يمكن كمان يتغير كل شي بهالساعة. أنا ما بعرف بشو عم تفكري ولا شو عم تخططي يا خانم، وأنا أساساً ما بيهمني كل هادي اللي براسك، بس برأيي إنه لا تحلمي كتير. إيه على سيرة الحلم، شو صار بأحلامك بالزواج من نامق؟ ما كملت ما هيك؟ لساتكن مخطوبين؟ إيه طبعاً. بالحقيقة ما عم نلاقي الوقت نحن وعم ننظف الوسخ يلي سببتيه أنت وولادك. خليت لك قسم الوسخ إليك، بس معك حق بشغلة. هذا هو بالنسبة لنامق، لازم تعرفي أنا وولادي قبلك دائما، والإثبات وجودي هون. أنت وحدة مذنبة وغلطتي يا يتار، لا تخوني الإيد اللي مدت لك. نامق صبر عليك كتير، بس الناس اللي بيكونوا صبورين بينفجروا فجأة بطريقة بشعة لما بيعصبوا، تعرفي هالشي؟ ونامق ما رح يسامحك أكيد على غلط تاني. لا تشرحي لي عن نامق يا هندان خانو،
لأنه هي أكتر وحدة بتعرفه منيح، وهو بضل أخوها، ما هيك يا تار؟ أنت المجرمة يلي قتلت لي ابني، وأنت يلي قوصتي على نامك. أنت شو عم بتقولي إيديل؟ متأكدة من هالشي مثل اسمي، بس للسبب ما بعرفه نامك لساته عم يحميها. بس مو غريب هالشي يا ست هاندام، هو عم يتغاضى عن كل أغلاطها يلي عملتها، وهذا الشي كتير غريب برأيي، ما هيك؟ معناها الست يا تار بتكون أخته المفضلة لنامق وبيحبها كتير. Mm-hmm.